السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حنديرو حلوة الطبقات. نحتاج فيها 125 غرام زبدة طرية، اللي ما عندهاش الميزان تعبر ربع مغارف كبار تاع الزبدة، ولا العلبة تاع 250 تدي غير النص تاعها، ولا كانت العلبة تاع 500 تدي الربع تاعها، ولا هكا ربع مغارف كبار. ولا كان عندك ميزان من الأحسن عبري 125 غرام زبدة طرية. هنا نحتاج البيض ربع حبات تاع البيض، ندير ربع بيضات، نخرجوا البيض من قبل الفريجيدير واحد ربع ساعة ولا باش يدفى ما يكونش بارد من الأحسن. والزبدة ما مخرجوها أنا كانت في الفريجيدير راهي بزاف يعني باردة، هي جامدة. ندير هنا شوية تاع لافاني، شوية تاع درت الملح ولافاني. في الاول درت الملح غلط، درك درت لافاني، نرش ملح ومغرفة صغيرة تاع لافاني، نخدم كلش هكا باليد. نجمي تخدمي بالباتور، انا بغيت نسهل عليكم بزاف. اخوات تقولك ما عنديش باتور ما عنديش بيتخان، راني نخدم كلش بيدي. كاس الا ربع تاع السكر حرش، الا كان عندك الباتور خلطي بالباتور يعني تسهلي على روحك. اذا نحاول ندخل هذاك البيض مع السكر والزبده مليح والملح والافاني باليد، ولا قلت لكم بالباتور. كي تكون الزبده طريه ما تغبنكمش، انا هي جامده. راح ندير نص كاس زيت، نخلط هكا هاد المواد مع بعض. درك استعملت الفوي، ومن بعد رجعت استعملت يدي باش ندير الفارينة. درك ندير الفارينة شوية بشوية مع كيس ونص تاع خميرة الحلوى. اذا الفارينة شوية بشوية مع كيس ونصف خميرة الحلوى. ونلمها حتى تحصل على عجينة طرية. هاد الحلوى تقطع يعني تعطيكم كمية مليحة، حلوى قديمة جزائرية تقليدية يعني غنية عن التعريف. وكي ديروها بالزيت والزبدة تجيكم بزاف خفيفة يعني هشيشة، تجي طرية وما تجيش يابسة وما تجيش معجرة، تجي هايلة. نحاول نلمها الفرينة كما راكم تلاحظوا دايما شويه بشويه، ونلمو برك ما نعجنوش، نلموها برك. بعد ما لميت العجينه خليتها ريحت غير واحد شويه، الا كنتو في الجو يعني في الصيف ديروها بيان سور في الثلاجه، درك رانا في البرد خليتها ريحت غير برا عادي في الكوزينه يعني في المطبخ. نقسمها على ربعة، الكميه هذه نقسمها على ربعة. نجيب بابي كويسون، لازم نخدمو بالبابي كويسون هاد الحلوى باش نسهلو على رواحنا. رشيت رشة خفيفة، جامي تكترو الفارينة باش ما تيبسش العجينة، العجينة راهي طرية لو كان نديرو لها الفارينة بزاف تيبس. ونحلها بالحلال، درت هاديك الرشة غير باش تسهل عليا ما تسقليش في الحلال ومام تتحل، يعني باش تتحل لكم بكل سهولة. راح نحاول نحلها كاري على حسب المول تاعي، ندرسها في مول مربع، نحلها بشكل مربع. هذوك الاطراف اللي زايدين نقلعوهم. شتو على قلت لكم الكوبات مليحه في الكوزينه، شوفوا شحال تعاونكم يعني انا في الخدمه تعاوني بزاف. دائما هذوك الزوائد نقلعوهم ونديروهم في بلاصه اللي خص فيها وما تكونش خشينه كما راكم تلاحظوا. نعبر على المول، انا استعملت هذا المول كاري. لما كاش عندكم هذا المول ممكن يعني ديروها في صينية عادي، مهم تشكلوها كاري وتحطوها عادي في صينية طيب عادي كيما راهي. ترفدوها بالبابي كويسون تحطوها في صينية كبيرة عادي، من بعد الطيب نورمال. فوالا درتها في هذا المول، هذا المول انا يساعدني باش ندير هذا الحلوى. نحاول نعطيها الشكل تاع المول، راكم تشوفوا في السمك تاعها يعني راهي واضحة في الصورة، ما يشخشينا وما يشرقيك حتى يعني تخسر لكم.
مليح. حطيتها في المول، حليت طبقه واحده اخرى، حليت العجينه الزوجه، عندنا اربعه تاع، قسمتها على اربعه، لان هذه الاولى نثقبها بالفرشيطه، لانه بين كل طبقه وطبقه راح ندير المعجون، يعني ندير مربى المشمش، كونفيتور تاع المشمش، كونفيتور شحال، واحد المغرفه حتى المغرفه ونص في الطبقه، يعني ندير مغرفه حتى المغرفه. شوفوا دهنوا وشوفوا، ما نعطيكمش عبر اكزاكت، يعني نتوما دهنوا وما تخلوهاش فارغه، وين ما كاش المعجون ديرو، مي ماشي تكثري حتى تخرج، كيما قلت لحظه غير هكا دهنتها بواحد المغرفه معمره اندهنت لي. راح ندير العجينه الزاوجه، كيما شتو انا هنا شتو كي حطيتها يعني تقطعت لي، بصح خليتها عادي، خليتها باش تعرفوا باللي عادي حتى وتتقطع، عاودوا سقموها وحطوها، ما يصرى لها والو، طيب عادي. ندير المعجون، نثقبها بالفرشيطه وندير المعجون، هذه الطبقه الزاوجه. دائما كل طبقه نحلوها بالبابي كويسه، دونك نجيب نفس البابي اللي خدمت به، غير هو قطعت واحد اخر كاري، الاول درته من تحت ما قلعتوش، وهذا نبقى نخدم به الطبقات، نرش الفارينه كيف كيف ونحل على حساب هذا، هذا قطعته على حساب المول. بعد ما حليت الطبقه الثالثه نجيب نفس المول ونحط فوق العجينة وتقلعوا البابي كويسون. شتو شحال يسهل عليكم؟ انا درتها كاري باش من بعد كي نقطعها مكعبات ما يبقاوليش يعني لي شيت بزاف. نعاود نثقب بالفرشيطة، لازم تثقبوها سينو تتغونفلي لكم في الكوشة، والشكل تاعها ما يجيش شباب، تجي جهة عالية على جهة، ثقبوها هكا بالفرشيطة. وندير المعجون، مازلت لي العجينة التالية نديرها، هذه الطبقة الثالثة. ندير الطبقة الرابعة، حليت العجينة الرابعة اللي بقات لي الأخيرة يعني التالية، هذه التالية خلاص، هنا ما ندهنش عفوا بالمعجون، زي ما نزيدش المعجون، نسقمها بهذا الشكل، ضغطوا عليها غير بشويه، وندير ثاني بالفرشيطه هكا ثقوب. بهذا الشكل هذا ونبلع المولتين، المولتين هذا اللي يتحل، ولا ما كانش عندكم قلت لكم كيما يحطوها في صينيه عادي ما يصرى لها والو. انا حتى هذا المول في الحقيقه فيه ديفو، يعني ما يبغيش يتبلع بالخف، ما نديرش فيه الكيكات اللي يكون فيهم السوائل، وراح ندخلها الفرن. هنا على حمام مريم ذوبت شويه شيكولا بيضاء بعد ما طابت لي الحلوى تاعي كما راكم تلاحظوا. اذا انا هذاك المول حطيته فوق الصينيه باش نضمن ما تخرج لي حتى حاجه، مي ما خرجت حتى حاجه لا معجون لا حتى حاجه الحمد لله. درك درت شيكولا كحله، شوكولا نوار ولا مارو، شيكولا بنيه ولا سوداء، ذوبوها ثاني في حمام مريم وتخلو حتى تبرد الحلوى، ما ديروش الشيكولا والحلوى تاعكم يعني حاميه، كي تبرد ندهنوها هكا بالشوكولا السوداء. ذوبت هكا غير واحد شويه الشوكولا فيجي كاو استعملت تاع الحلويات، ذوبتها على حمام مريم وزدت لها شويه حليب، عفوا زدت لها شويه حليب، قطرات من الحليب واحد المغرفه ولا هكا شويه حليب، وزدت لها شويه زيت، قطره ولا زوج تاع الزيت، زيت نباتي باش تولي تلمع الشيكولا البيض الكحلة عفوا، البيضة ما نزيدو لها والو، شوكولا السوداء زدت لها شوية حليب وشوية تاع تاع الزيت واحد القطرة ولا زوج تاع الزيت، خلطتها فوق حمام مريم يعني، وذوبت ثاني شيكولا بيضة كل وحدة والكسرونة تاعها. شيكولا البيضة قلت لكم ما تزيدو لها والو، تحطوها وحدها فوق الباب ما غير ما ديرو لها لا حليب لا والو. نحط شيكولا الكحلة وقبل ما تنشف ندير شوكولا هكا بيضة فوقها خطوط، بلاصة اللي خص فيها زيدو خط خطوط من الشوكولا البيضاء. بعد نجيب كيردون وندي مره هاك مره هاك،
مره للامام مره للاسفل كما طريقه الميلفاي باش يخرج الشكل تاعها جميل. درك ما لازمش نقسمها حتى تنشف شيكولا، لا قسمتوها تتعوج، خليها تبرد. شدت روحها شيكولا، انا مازال ما شدت روحها مليح، مي كان لازم نقسمها باش يشربوا بها قهوه. المهم خلوها تنشف وقطعوها هكا دي كاري. شوفوا الشكل تاعها شحال شباب، جات بزاف بنينه وبزاف طريه، جات هايله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يعني بالنسبه للطراوه نضمن لكم طريه 100%. وشكلها شباب، نقسم لكم باش تشوفوا، باش تتاكدوا راكم تشوفوا فيها راهي طريه. انا قسمتها بالمغرف وتقسمت، راهي طريه، راهي تتفتت، وراهي باينه امامكم النتيجه تاع هاد الحلوه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. تهلاو في روحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.